أهلا بكم. يقول البعض إن ما حدث في عدن وما تلاه من تمدد للقوات الانفصالية المدعومة من أبوظبي يأتي تأكيدا لما يعتبرونه دورا سعوديا أساسيا في عملية التمرد على السلطة الشرعية، وما تلك البيانات التي تطلقها الرياض لدعم الرئيس هادي وحكومته إلا محاولة لامتصاص الغضب اليمني الشعبي والرسمي. بالمقابل يرى طرف آخر أن السعودية غير راضية عما حدث في عدن ويحدث الآن في أبين وشبوة، وإنما يحدث هناك يؤثر على سياستها في اليمن، وبالتالي فإنها تدعم فعلا الشرعية وتحاول عن طريق السياسة إعادة الفرقاء اليمنيين إلى طاولة الحوار. ومن هنا جاءت دعوتها لاجتماع بين الحكومة والمجلس الانتقالي في جدة، وهو اجتماع لم يتم على كل حال. وبعيدا عن حقيقة مشاركة السعودية في التمرد أو عدم رضاها عنه، فإن الحقيقة التي تبدو واضحة الآن أن المجلس الانتقالي يدرك بإيعاز من أبوظبي كما يبدو أن السعودية لم تعد قادرة على تنفيذ تهديداتها ضده، ولذلك يتجاهل كل تلك التهديدات ويمضي في تنفيذ خططه وكأن السعودية غير موجودة. للحديث عن الموقف السعودي من أحداث عدن وكيف ستؤثر تطورات المشهد في الجنوب اليمني على الاستراتيجية السعودية في اليمن، سيكون معنا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي، ومن عدن المحلل السياسي باسم الحكيمي. أرحب بكما ضيفي الكريمين وأطرح عليكم السؤال المشترك، وأبدأ معك سيد الحكيمي. ما حقيقة الموقف السعودي من تمرد عدن وتمدد القوات الانفصالية الموالية للإمارات في المحافظات الجنوبية؟ إذن سأبدأ معك سيد القعطبي، عفوا أسألك السؤال المشترك، ما حقيقة الموقف السعودي من تمرد عدن وتمدد القوات الانفصالية الموالية للإمارات في بقية المحافظات الجنوبية؟ سيد القعطبي تسمعني؟ السعودية هي جزء من المخطط، وهي من تقود التحالف الإماراتي السعودي في اليمن، ولذلك هي الشريك الرسمي في الانقلابات ضد الشرعية منذ دخول نعم نعم تفضل. الصوت واضح؟ نعم نعم واضح. نعم نعم السعودية هي جزء من الانقلاب، وهي من تمول الانقلاب، وهي من تشرف على الإماراتيين، عملت الإماراتيين كديكور بالنسبة للسعوديين من أجل أن لا تحتك بالشعب اليمني بشكل مباشر، لكن المصالح مشتركة بين الإماراتيين والسعوديين، وهو هدفهم كما ذكرنا مرارا وتكرارا الاستيلاء على أهم موقع استراتيجي يمني والسيطرة على باب المندب وعلى المواقع الاستراتيجية، ويعني مد انبوب نفط من محافظه المهران نحو الخليج عدن من اجل او البحر العربي من اجل ان يبعد من الاستهداف الايراني. الامور بادت واضحه لكل الشعب اليمني، من يمون ويدير الانقلاب وتشتير الوطن هي المملكه العربيه السعوديه ودوله الامارات، ومن يحاول ان يقول ان هناك شرخ بين الامارات والسعوديه، انا في اعتقادي هم فقط الذين ينامون على الأراضي السعودية ممثلة بالحكومة الشرعية وحزب قيادة حزب الإصلاح في المملكة العربية السعودية التي لديهم مصالح وربما متورطون مع النظام السعودي من حيث الأموال ومن حيث أشياء أخرى متورطين بها من قبل هذا النظام السعودي، فلا يستطيعون التحرك. من أيضا يقول إن السعودية حليف استراتيجي أو لدينا علاقة أخوية، أنا في اعتقادي أن العكس تماما. السعودية كانت في الستينات مع الإمامة ضد الجمهورية، وكانت في حرب 94 مع الانفصال ضد الوحدة، وكانت اليوم هي مع الانقلاب ضد الشرعية، وهي من قوضت الشرعية، وإنما استخدمت الشرعية كورقة غطاء لتدخلها السافر في اليمن، فهي ذهبت بعيدا لتدمير الجيش اليمني ودمرت البنية التحتية اليمنية وخلقت مع الإمارات الميليشيات وتسيطر على المطارات وعلى الجزر وعلى المداخل والمنافذ لكل الجمهورية اليمنية. هم المسؤولين على دمار اليمن، وهم من يتحملون المسؤولية اليوم بما يحدث في المناطق الجنوبية من عدن إلى شبوة إلى حضرموت.
إذا لم تستطع السعودية مثلا، إذا قبلنا بفكرة أنه هناك خلاف بين السعودية والإمارات، إذا لم تستطع السعودية إيقاف الإمارات فلذلك يجب أن تخرج من هذا التحالف، ويجب أن تعلن موقفها إلى جانب الشرعية اليمنية ضد الإمارات، وإلا فيها جزء أساسي من هذا الخراب الذي يعني يدمر اليمنيين شمالا وجنوبا. نحن نحمل كل قطرة دماء التحالف السعودي الإماراتي الذي يدمر اليمن، نحملهم الحصار ضد الشعب اليمني، ونحملهم تقويض الشرعية اليمنية ويعني سقوط الدولة اليمنية التي هي على مشارف السقوط إذا استمرت بهذه الطريقة، وهي من تحاصر الحكومة الشرعية داخل الأراضي السعودية، لا تسمح لها بالعودة ولا توفر لها الأمان، ولا إنما ذهبت لتوفير الأمان لقيادة ميليشيا الانقلاب اليوم في عدن، جلبتهم إلى السعودية، والطيران الإماراتي والسعودي هو من ينقل قيادة الانقلاب في عدن وما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي، وهو معروف أنه مجلس انفصالي يدعم فكرة الانفصال وتشتير اليمن. نعم. وأيضا النقطة الأخيرة أنه لا يعقل أن الدبابات التي يمتلكها الآن قوات الحزام الأمني والقوات الانفصالية الأخرى المحسوبة على هذا المجلس هي دبابات خليجية إماراتية وسعودية تضرب قوى الشرعية، فلذلك لا يستطيع ولا إنسان عاقل أن يبرر ما يجري وأن يقول أن السعودية ليست على توافق مع الإمارات بما يجري في الأراضي اليمنية، بل عندما يتدخل الإماراتيون فالسعودية تستخدم ذلك لإدخال قوات سعودية. هناك قاعدة عسكرية للسعودية في المهرة، ليست لدينا حرف المهرة بين الإنقلابيين الحوثيين وبين الحكومة الشرعية، أدخلت قوات إلى جزيرة سقطرة وهي جزيرة لا يوجد فيها أي حرب بين القوى الشرعية والميليشيات الإنقلابية، أيضا قوضت الحكومة الشرعية، فبدلا أن تمويل الحكومة الشرعية بالسلاح والمال وإدخالها إلى المناطق المحررة، ذهبت إلى تقويضها وإعطاء السلاح للقوات الأخرى الإنقلابية ضد الحكومة الشرعية من أجل تقويضها. هم يمولون الميليشيات المتطرفة على سبيل المثال بن بريك وما يجري في تعز كلها بتمويل خليجي إماراتي من أجل إسقاط الشرعية وإدخال اليمنيين في حرب مدمرة وحرب يعني بين اليمنيين أنفسهم، من أجل أن يسهل لها تحريك تلك الميليشيات من فترة إلى أخرى، ومن أجل السيطرة ويعني تحقيق أهدافها في اليمن، وهذا ما يجري للأسف الشديد. لكن أنا في اعتقاد سيفشلون في آخر المطاف، لأن الشعب اليمني لن يقبل بقوات لا إماراتية ولا سعودية ولا عملاء لهم على المدى الطويل، سوف ينقلبون على هذه القوات وسوف يحاربونها. الشعب اليمني سيبني مقاومة جديدة، لأنه لم يعد لا يقبل لا بالشرعية ولا بالاحتلال الخارجي ولا بالانقلاب الداخلي. طيب أطرح ذات السؤال المشترك إلى ضيف الآخر سيد عبد الهادي العزعزي المحلل السياسي الذي انضم لنا عبر الهاتف من تعز. أرحب بك سيد العزعزي، يعني ما حقيقة الموقف السعودي من تمرد عدن وتمدد القوات الانفصالية الموالية للإمارات في المحافظات الجنوبية برأيك؟ أعتقد إلى الآن لا زال الموقف السعودي من الناحية الظاهرية على الأقل ما هو متداول في وسائل الإعلام المختلفة أنه يقف مع الحكومة الشرعية ويدعمها، ولا زالت الحكومة الشرعية نفسها تتخذ من الرياض مقرا لها، ولا زالت إلى اليوم لم تستطع أن توصل قيادة المجلس الانتقالي مثلا للاجتماع بالحكومة، وهو أعتقد لو أنه تم داخل المملكة لكانت المملكة طرفا رئيسيا فيما يحدث في المحافظات الجنوبية. لكن ما دام هذا الاجتماع لم يتم ولم تعطي الشرعية لهذا الاجتماع صفة المشروعية، بالتالي لتبرير ما قام به من قصد نفوذه إلى المحافظة الثالثة إلى شبوة بعد كل من أبين وعدن، فلا زال الموقف السعودي إلى الآن عمليا ليس ذا تأثير كبير، لكنه من الناحية الظاهرية إعلاميا لا زال يؤكد دعمه للقيادة الشرعية، أو لكانت هذه القيادة إن كانت تشعر أن السعودية أصبحت ضدا لها كان الأقدر أن تغادر أو أن يصدر عنها على الأقل تصريح صحفي. لكن عند ما هو في المعتاد لدى العرب الصمت علامة الرضا.
طيب، يعني في سياق التحركات التي تجري على الأرض سيد العزعزي، هل ترى أن هناك ما يمكن أن يكون دعما عسكريا سعوديا على الأقل لإحداث نوع من التوازن الظاهري على الأقل مع ما هو موجود لدى بقية الميليشيات أو الميليشيات التي تتبع أو والتي تواجه الدولة والتي تواجه الدولة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية؟ مع الأسف الشديد قبل الحديث عن التوازن كان يجب أن يكون الحديث عن موقف الحكومة منذ بداية تشكيل هذه التشكيلات. كان لتأخر حضور الحكومة على الأرض أن أتاحت للتحالف العربي أن ينتقل من داعم للشرعية إلى بديل عن الشرعية في المناطق المحررة. هذا ما يجب أن يوصف بشكل منطقي. 5 سنوات والحكومة الشرعية كانت لا تمتلك خطة واضحة في مسألة بناء جيش كأداة لاستعادة الدولة. على الجميع هنا أن يراعي مسألة أساسية، أن هذا البلد تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وبالتالي هو بلد تحت الوصاية الدولية بشكل مباشر بحسب هذا التوصيف لوضع البلد، وهو تحت رعاية مجلس الأمن، والجميع تدخلوا وشكلوا التحالف العربي استنادا إلى ميثاق جامعة الدول العربية وميثاق الأمم المتحدة. لكن ما يجب أن تشعر به السلطة الشرعية أنها كانت شريكا بالصمت، وأنها دفعت التحالف لتصدر المشهد في حين كان التحالف منذ إقامته يعلن أنه مساندا للسلطة الشرعية لا بديلا عنها، لكن يبدو اليوم أنه أصبح بديلا عنها وشريكا لها، وهي لا زالت تمسك الصمت. لو أخذنا تصريحات وزير الخارجية وزير الداخلية نائب رئيس مجلس الوزراء وهو نائب رئيس السلطة التنفيذية عمليا، فهي واضحة أنه اتهم التحالف العربي بقيادة دولة من التحالف العربي وهي ثاني دولة بالترتيب بعد المملكة العربية السعودية دولة الإمارات بأنها المسؤول الأساسي والمباشر عن تكوين هؤلاء. في المقابل أيضا لم تستطع السلطة الشرعية أن تعيد ترتيب أوراق حلفائها وبنيتها. لكن أنت تتحدث عن فترة ما قبل ما حدث في عدن والمحافظات الجنوبية مؤخرا. هذا التمرد الذي حدث الآن كان بعد سلسلة من المواقف التي كانت الحكومة وعبر تصريحات لها رسمية وعبر تصريحات وزرائها غير راضية عن هذه المواقف الإماراتية بالتحديد. إذن هناك تحرك من قبل الحكومة سواء على صعيد التصريحات أو على صعيد التحركات على الأرض، لكن الحديث الآن عن السعودية، عن موقف السعودية مما يحدث عن الجنوب باتساقا مع ما تتحدث عنه ظاهريا، هل برأيك أنها أحدثت نوعا من التوازن العسكري في مناطق سيطرة الشرعية أم لا؟ التوازن العسكري مختل تماما منذ بداية تشكيله. سلمت المحافظات الجنوبية لأجنحة جرى تشكيلها ومنحتها السلطة الشرعية مع الأسف شرعية سياسية باسمها وبمكونها وبتواجدها، أسندت لقياداتها مناصب محددة سواء في محافظة عدن أو لاحقة أو غيرها من المحافظات، مما جعلها تمتلك مشروعيتين، مشروعية من الحكومة الشرعية والمشروعية الأخرى من التحالف العربي. التحالف العربي من الناحية التقييمية لبعض التصريحات لقيادات كبيرة في الحكومة كان على رأسها رئيس الوزراء السابق ووزير الخارجية السابق ثم وزير الخارجية السابق الثاني الذي تلاه والآن، ومع ذلك كان هناك تصريح لرئيس الجمهورية أن يمنع جميع أعضاء الحكومة والمستشارين وغيرهم من التصريح حول علاقة السلطة الشرعية بالتحالف العربي، وحصرت هذه المسألة في شخص رئيس الجمهورية ووزير الخارجية
المستقل بعد ذلك، أي أن المسألة هنا مرتبطة برئاسة الجمهورية نفسها، فأي تصريحات بعد هذا التصريح من الرئاسة يعتبر الجميع من يدلي بتصريح أنه موقفا شخصي، وأعتقد أن الجميع لم يدلي بتصريح باسم السلطة الشرعية مباشرة التي اختزلت المسألة للرئاسة. إذا الرئاسة وضعت نفسها في مسؤولية كاملة عما يحدث، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها، لأن ما يقرأ على الأرض هناك اختلال. السلطة الشرعية اليوم في المناطق المحررة هي الطرف الأضعف بين كل المكونات على الأسف الشديد، وهذه تعود إلى قانون المنشأ للمكونات الأخرى التي أتت لإعادة الشرعية، فافترست الشرعية أشبه بالأمراض الفيروسية عموما التي تتخذ من بعض المكونات ليس إلا بيئة حاضنة إما للتبييض أو احتضان البيض، ثم تصبح هذه الفئة ضحية لهذا الطور من التبييض عندما يكتمل هذا التبييض، وهذا الذي هو حصل الآن في المحافظات الجنوبية. هذه مجاميع ربت داخل السلطة الشرعية وعندما قوت عضلاتها افترستها. تفضل بالبقاء معي سيد العزازي. عود إليك سيد إبراهيم القاطب، يعني أنت تتحدث عن الموقف السعودي وكذا، لكن السعودية أصدرت عديدا من البيانات الرسمية الرافضة لما حدث ويحدث، ودعت بشكل واضح إلى انسحاب القوات الانفصالية. كيف يمكنك القول إذن أنها مشاركة إلى جانب الإمارات فيما يحدث؟ أولا لو كانت حقيقة الأمر لما سمحت لهذا، لو كانت عكس ذلك لما سمحت لهذا الميليشيات بأن تتكون. هناك يعني تقرير للمخابرات اليمنية منذ شهر مارس، هذه نقطة يقول عليها السيد العزعزي أن الحكومة الشرعية هي من سمحت بذلك. لا، ليس صحيح. الحكومة اليمنية لا يسمح لأحد المغادرة الرياض، ولا يسمح لأحد أن يتحدث، بل العكس. عندما تحدث وزير الداخلية ووزير النقل اليمني من العاصمة عدن وقرروا الصمود، تم استدعائهم من قبل المملكة العربية السعودية وتم نقلهم بطيران سعودي. لماذا لا يتم نقل بن بوريك وعيدروس إلى السعودية وإبقائهم هناك كما يبقون الحكومة اليمنية في الأراضي السعودية؟ هذا كلام لا يجب أن يمرر على أحد حتى على عقول النعاج. يعني كفى أن نقول أنها تدعم الشرعية. إذا قلنا أن المملكة العربية السعودية تدعم الشرعية، فالسؤال يكون ما هو دعمها للشرعية؟ إبقائهم في الفنادق داخل المملكة العربية السعودية، هل هذا دعم للشرعية؟ إبقائهم في الفنادق في الوقت التي يتم من قبل الإمارات يعني تسليح ميليشيات وضرب المواقع الحكومية، إذا كانت السعودية تضرب مصانع الألبان والطرقات و أماكن العزاء من أجل استعادة الشرعية، لماذا لا تضرب هذه القوات؟ أليست قوات انقلابية؟ أليست قوات تشطيرية؟ أليست قوات يعني مراهضة للتحالف الذي أتت تقول أن السعودية أتت من أجله؟ فلنقل بصريح العبارة، السعودية تمسك بالشرعية لكي تمرر ما ببالها من مخططات هي والإمارات. لا يحافظون على الشرعية من أجل الشرعية نفسها، لأنها هي الورقة المعترف بها دوليا، ليس من السعودية والإمارات وإنما من المجتمع الدولي ككل. فلذلك هم سيحافظون على هذه الورقة إلى أن يتم تنفيذ المخطط تماما على الأرض، لا يسمحون لأحد أن يعود. يعني هل يعقل أن الطيران السعودي لن يستطيع نقل الرئيس اليمني حتى ولو إلى جزيرة يمنية؟ هل يعقل أن القوات والقواعد العسكرية السعودية الموجودة في المهرة وفي سقطرة لا تستطيع الحفاظ على الرئيس اليمني؟ هل يعقل أن الإمارات تقوم بكل هذا التجيش والتسليح والمملكة لا تستطيع فعل أي شيء؟ هذا كله كلام هراء وليس له ولا ينطبق على أي ولا يجب أن يمرر على عقلية بني آدم. يعني فلذلك يجب أن نقول أن المسؤولة الأولى بما يجري في اليمن هي المملكة العربية السعودية. الإمارات هي أداة من أدواتها، هي يعني الإمارات السعودية تستخدم الإمارات كما استخدم صالح الحوثيون من أجل أن ينقلب على السلطة في آخر المطاف، لكنه للأسف الشديد انقلب عليه الحوثيون ومن ثم سيطروا على المناطق الشمالية. ما يجري في عدن اليوم هو مخطط سعودي
إماراتي، ما يجري في الجنوب هو. لكن لماذا سيد القاطبي يعني هذه النظرية أن هناك من يحاول استخدام وأن يعني تشبيه صالح بالسعودية أو تشبيه السعودية بصالح، مسألة لماذا لا تعتبر الأمر أن السعودية تحتاج في نهاية المطاف إلى الإمارات في ملفات أخرى أيضا؟ لماذا لا ترى أن الأمر يعني هي غير راضية عن ما تقوم به الإمارات في عدن لكنها تحتاجها بشكل عام في أماكن أخرى، لذلك هي تعطي تصريحات واضحة فيما يتعلق بالملف اليمني ومع ذلك تبقي على علاقتها الرسمية لحاجتها للإمارات في أماكن أخرى، وهذه السياسة وأنت تعرف أن هناك شعرة معاوية يجب أن تكون في هذه الأمور. يجب أن حتى ولو كان ذلك يجب أن لا يمرر على دماء وأراضي الجمهورية اليمنية. هل يعقل أن نقبل بأن تشطر أن تقوم الإمارات بتشطير اليمن ودعم الميليشيات المناطقية والعنصرية ويعني تدمير النسيج الاجتماعي اليمني من أجل أن هناك يعني ملفات أخرى بين السعودية والإمارات؟ هذا ليس مقبولا ولن يتم ولن يمرر على حساب أرض وأراضي ودماء اليمنيين. يجب أن نكون ضده جملة وتفصيلا، يجب أن لا نكون في هذا التحالف مطلقا. إذا كان للشرعية ورقة، هي الورقة يجب أن تغادر من المملكة العربية السعودية فورا إلى أي أراضي يمنية أو إلى أراضي غير اليمنية. أما بقائها داخل المملكة العربية السعودية هي يا أما أنها تقع يعني تحت محاصرة السعودية أو أنها راضية وجزء من المخطط فيما يجري لتقسيم اليمن وتشطيره. يجب أن لا يمرر هذا علينا كيمنيين. نحن بصريح العبارة عدونا التاريخي هي المملكة العربية السعودية، وهي من دمرت اليمن ومن مولت لجانها الخاصة كل ما له علاقة بتدمير اليمن وتأخير بناء دولة يمنية قوية. لا يعقل أن مملكة أو نظام كنظام المملكة العربية السعودية والإمارات أتى من أجل أن يكون لليمن دولة قوية وشرعية ويكون لها نظام ديمقراطي وفدرالي. يجب أن لا يمرر هذا على عقولنا كيمنيين. نحن يجب إذا كانت من لابد من علاقة مع تلك الدول مستقبلا فيكون علاقة حسب المصالح المشتركة وليس على حساب اليمنيين وتدميرهم وحساب يعني مصالحنا القومية والمستقبلية. ما يجري اليوم يجب أن يوقف أمام كل اليمنيين، أن لا يركنوا على الشرعية التي أصبحت مرهونة أو مسجينة لدى المملكة العربية السعودية. على كل اليمنيين ضباطا ومثقفين وشعب يمني أن يقارع اليوم المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات والحوثيون سويا. هؤلاء هم أعداء اليمن ومن دمروا اليمن ومن يتربصون باليمن من أجل مشاريع صغيرة لا تخدم لا اليمنيين لا جنوبا ولا طيب شمال. سنتحدث عن مدى إمكانية حدوث ذلك وسط هذه يعني الأوضاع التي تعيشها الحكومة بشكل عام وإمكانية حدوث ذلك، لكن قبل ذلك دعني أسأل السيد العزعز يعني أو أحيل النقاط التي تفضلت بها إلى السيد العزعزي. السيد القاطب يقول لابد يعني في نهاية المطاف السعودية لا تسمح، السعودية والإمارات لم يسمحوا للحكومة الشرعية بالعودة وأن تريد منهم العودة، هي لم تسمح حتى للرئيس الشرعي بمغادرة البلاد أو العودة بالأصح إلى الأراضي اليمنية حتى تخلو اليمن لصالح الإمارات والسعودية وأجندتها، حتى لا يكون هناك أي مجال للمعارضة كما يقول أو كما يفهم من كلام السيد إبراهيم القاطبي. كيف ترد سيد العزعزي؟ أعتقد أن الحكومة لديها أكثر من وسيلة إذا كانت لها موقف من المملكة وموقف من الإمارات. الحكومة قبل يومين رفعت مبكرة إلى الرئاسة باتخاذ قرار ضد الإمارات ومندوب اليمن في مجلس الأمن الدولي طلب حمل الإمارات مسؤولية الانقلاب القائم على لسان المندوب السعدي في مجلس الأمن، وبالتالي الحكومة اليمنية وبقاءها داخل المملكة وهي لديها صفا دبلوماسي في الدول الخمس دائمة العضوية ولديها أكثر من وسيلة، يمكن أن تلجأ إلى جامعة الدول العربية، يمكن أن تلجأ إلى منظمة المؤتمر الإسلامي، يمكن أن تلجأ إلى مجلس الأمن كونها دولة تحت الوصاية كما أسلفنا. إذا قامت الحكومة إلى الآن
قامت الرئاسة اليمنية تحديدا الحكومة أبدت موقف ورفعت مقترحاتها باتجاه الرئاسة، لكن الرئاسة لا زالت في طور إعطاء المملكة مهلة كما هو واضح من تصريحاتهم. وبالتالي هنا نحن يجب أن نضغط، أو ما يجب أن نطرح الآن، نحن كمحللين لا نستطيع أن نكون ناطقين باسم الحكومة مثلا، أو أن نحصر جانبنا الشخصي بشكل عام. نحن نتابع قضية وأطراف. الشعب اليمني ممثلا بسلطة شرعية موجودة في المملكة، هذه السلطة كان الأقدر بها أن تكون موجودة. حتى نصل إلى نقطة سيد العزعزي لفهم يعني ما تريد الوصول إليه بالضبط، هل ترى أنت الآن في المواقف الأخيرة فيما حصل في عدن مؤخرا وفي المحافظات ويحصل في شبوة وأبين، أو حصل في أبين ويكاد يحصل في شبوة، هل ترى أن السعودية وسيط أم أنها شريك للإمارات فيه؟ في هذه الحالة السعودية والإمارات الطرفان طرفا واحد، هذا تحالف، بمعنى أن التحالف له أهدافا محددة ومتفقة، ولو لم يكونوا متفقين لما استمروا في التحالف. لو كان هناك تعارضا بين الطرفين لانفك. لكن هناك أحيانا يعني سيد العزعزي، هناك أحيانا حتى بين الحلفاء الشركاء في وحتى الأزواج يا سيد الكريم تحصل خلافات في بعض الملفات، لكنهم في المجمل يعني في الـ في الـ في الـ في الاستراتيجية الكلية قد يكونوا متفقين، لكن هناك بعض الخلافات قد تحصل. هذا سؤالي الآن، ما يحصل في المحافظات الجنوبية، تأييد المجلس الانتقالي بهذا الشكل، هل هو السعودية هنا وسيط أم هي يعني الموقف السعودي هو هذا الموقف، هو موقف التأييد في هذه النقطة؟ من ظاهر الموقف لو كانت المملكة معارضة لما حدث لأوقفت المجلس الانتقالي، لن نقول في عدن، لكن كانت يمكن أن توقفه في أبين أو توقفه في شبوة، خصوصا في محافظة شبوة لخطورة وضع المحافظة من جانب، ولوجود ثروات سيادية كبيرة داخل المحافظة. وبالتالي إذا لم تتدخل، وهي لم تتدخل عمليا، هي حاولت التهدئة وانتقلت إلى دور الوسيط. وبالتالي هناك نوعا من خلق سلطة موازية، وأعتقد أن ما يقرأ على الأرض أن السعوديين راضين عن خلق هذه السلطة، استقبلوا هذه القيادات، هذه السلطة بشكل رسمي، في حين رفضت الحكومة مقابلتهم. مع الأسف الشديد الطرف الأضعف في الحلقة هي السلطة الشرعية، وصمتها هو نقطة ضعفها الأساسية، إذ أنها حددت مهلة محددة، انتهت المهلة، انقضت المهلة وجددت بمهلة ومهلة تتبع مهلة، إلى أن يسيطروا على المناطق الجنوبية والمناطق الشمالية، مسيطر عليها من قبل الحوثيين. وهنا ما على الحكومة فيما بعد استكمال، أو السلطة الشرعية كلها فيما بعد استكمال السيطرة عليها، أن تتجه باتجاه الولايات المتحدة، أي باتجاه مقر الأمم المتحدة، لتصبح سلطة منفى بكل ما تعنيها الكلمة، لا تملك شبرا على الأرض. سيد القعطبي، يعني في سياق الحديث عن الموقف السعودي الآن، دعنا في هذه النقطة، هل هو موقف النظام الآن أم هو موقف الدولة السعودية؟ لأن هناك الكثير من الإعلاميين، كثير من المثقفين السعوديين يحذرون بشكل واضح من مسألة الانفصال، ويحذرون بشكل واضح من هذا التمرد الذي حدث، حتى أن هناك إعلاميا سعوديا شهيرا وهو يعني مدير سابق للعربية، قناة العربية، يتحدث بشكل واضح ويرد على من يطرح على أن الحل في اليمن هو الانفصال. يعني كيف يمكن إذن فهم أن هذا الموقف موقف السعودية؟ أنا في اعتقادي أن هذا تأدية دور المخابرات السعودية. لا يستطيع أي قائل من المملكة العربية السعودية كتابة مقال أو الظهور على شاشة إعلان دون موافقة من المخابرات السعودية. هم يريدون الآن أن يعطوا الشعب اليمني وهم، أن يبيعون لنا وهم أنهم هناك أصوات ما زالت داخل المملكة العربية السعودية مع الوحدة اليمنية ومع الحكومة الشرعية.
نحن لسنا بحاجة إلى كتاب وإلى قراء وإلى محللين سياسيين. لكن هؤلاء من يقودون الرأي العام بداخل السعودية سيد القعطبي في نهاية المطاف. لكن المؤشرات على الأرض والفعل على الأرض مخالف تماما يعني. فليقرد من يقرد، لكن ما يحصل في الأرض هو مناقض تماما. يعني ربما بعضهم يدركون خطورة ما يجري في اليمن، لكن هذا ليس بموقف وليس موقف الحكومة الشرعية الحكومة السعودية والنظام السعودي. فلماذا لا تخرج الحكومة الشرعية وتقول ان احنا لا نعترف بهذا المجلس الانقلابي، بل بالعكس رحبت بقبول هذا المجلس الانتقالي الانقلابي، وهي من طلبته بالحضور الى المملكة العربية السعودية. وبالمناسبة يعني انا اتحدى حتى وزير الدفاع او الرئيس اليمني ان يقولون ان المملكة العربية السعودية لم تمنعهم حتى من شراء قطعة سلاح واحدة. هذه أمور موثقة على لسان وزير الدفاع وغيرهم من المسؤولين اليمنيين يقولون بالحرف الواحد أن المملكة العربية السعودية لا تسمح للجيش اليمني حتى بسلاح بشراء قطعة سلاح واحدة، بينما في المكان الآخر يمولون الميليشيات الانفصالية بالدبابات وبالمدرعات وبكافة أنواع السلاح. فهذا يجب أن يكون واضحا للشعب اليمني ويجب أن نقوله بصريح العبارة. يعني أيضاً كيف يمكن لهم أن يمنعوا ذلك؟ يعني هذه النقطة يجب أن نفهمها سيد القعطبي، كيف يمكن لهم أن يمنعوا دولة؟ يعني كيف لدولة أن تمنع دولة أخرى من شراء أسلحة؟ بنفس الطريقة الذين يمنعون الحكومة اليمنية من إنهاء التحالف مع دولة الإمارات. يعني لا يعقل أن الحكومة الشرعية ضدها انقلاب وقواتها يتم ضربها بأسلحة إماراتية، وبدلا من إنهاء الانقلاب هذا بتصريح واحد أو بفض هذه الشراكة مع الإمارات وتحميلها المسؤولية بشكل واضح وسحب السفير اليمني من الإمارات وأيضا إنهاء التعامل مع السفير الإماراتي ودولة الإمارات، ذهبوا إلى مجرد بيان يعني ليس له لا يغني ولا يسمن من جوع إلى مع مجلس الأمن الدولي. يعني بيدها الأوراق لإنهاء هذا الانقلاب وإنهاء هذا التدخل السافر وتحميل الإمارات الجرائم التي تحصل في اليمن، لأنها هي من مولت هذه الميليشيات بالسلاح والمال ويجب معاقبتها بالقانون الدولي كونها تتدخل في شأن داخليا للجمهورية اليمنية. لم يستطيعوا حتى تحريك هذه الورقة، والمعروف أن المملكة العربية السعودية هي من تقف يعني بين الإمارات والحكومة الشرعية، هي من تقول لها لا يجب عليكم القيام بذلك. النقطة الأهم أيضا يجب التنويه لها هو أيضا أن المملكة العربية السعودية والإمارات قاموا ليس فقط بتسليح الميليشيات وتمويلها على الأرض، بل أن لديهم طابور خامس متكامل داخل الحكومة الشرعية وفي السفارات اليمنية. الآن السفارة اليمنية والحكومة اليمنية داخلها من العملاء أكثر من ما فيها من رجالة الدولة، وهذا مشكلة خطيرة حقيقة جدا. يعني الوزير اليمني لا يستطيع التصريح بأي شيء مناوئ للإمارات، مجلس الوزراء، وزير رئيس مجلس الوزراء، الحكومة الشرعية، رئيس الدولة، هذه مشكلة خطيرة جدا ويجب التركيز عليها. يعني إذا لم يستطيعون الحديث بهذا الخبر فهم ليسوا جديرين بقيادة الشعب اليمني وقيادة المقاومة اليمنية ضد الانقلابين في الشمال وفي الجنوب. يجب أن نسمي الأسماء بمسمياتها والأشياء بمسمياتها. طيب عن الموقف دعني أنقل النقطة ما بين عن موقف السعودي، هل هو موقف الدولة أم موقف النظام بناء على هذه التصريحات لكثير من الإعلاميين؟ أسألك سيد العزعزي، ما رأيك أنت، هل ما يجري أو هل طريقة تعامل السعودية مع الموقف الحالي في المحافظات الجنوبية هو موقف النظام وحساباته وتحالفاته الحالية، أم أنه موقف الدولة السعودية أو كما يقال الدولة العميقة في السعودية؟ هو بدرجة أساسية موقف الدولة العميقة والسلطة في آن واحد. هذه دولة وسلطة تعي ما تريد وتدرك كيف تصل إليه دائما من خلال ما الذي تريده؟ ما الذي تريده؟ يا سيدي الذي تريده حتى نكون صريحين، صرح عليه أنور عشقي في تغريدة في قبل هذا الانقلاب في محافظة عدن، قال يجب أن تبقى القوات العسكرية التابعة للسلطة اليمنية تحت قيادة موحدة
واحدة ويجب أن يسيطر المجلس الانتقالي أو القوات الجنوبية كما سماها على الجنوب حتى يضمنوا أمن الملاحة والسيطرة داخل هذه المنطقة. يبدو هكذا هذا حد جزء أن نعيش في سجن الدولة العميقة. إذن المملكة بدرجة أساسية والإمارات تسعى إلى إيجاد قيادة عسكرية غير وزارة الدفاع وغير ما يعرف في حمية الحماية الرئاسية والقوات اليمنية، فهي ترى أن تبقى هذه القيادة بيد ما يعرف بالنخب والجيش التابع للمجلس الانتقالي أو ما تم تدريبه وبناؤه، وكما هي التصريحات يقارب 90,000 وهو عدد ليس صغير، الأحزمة الأمنية ثم قوات النخبة المختلفة. فإذا هناك إعادة ترتيب للورقة العسكرية، هناك تصريحا لبعض قيادات في وزارة الدفاع تقول أنه يجري استحداث قيادة أخرى باسم القوات المشتركة بدلا عن وزارة الدفاع ودوائرها. هذا جزء من السياق، لكن طيب ما يجب أن نسميه، ما موقف السلطة الشرعية اليمنية التي انتخبها التي طيب هذه السلطة الشرعية الآن، هذه السلطة الشرعية في جميع بياناتها والحكومة الشرعية التي يعني كانت الخطوات الأخيرة من قبل المجلس الانتقالي موجهة بالتحديد ضدها، إذا لم تكن ضد هادي على الأقل ظاهريا، هذه الحكومة وبيانات هذه الحكومة تقول إنها تثمن جهود المملكة العربية السعودية، كيف يمكن إذن فهم الأمر؟ فهم الأمر أننا ما دام أثمن جهود المملكة فأنا راضي عن الدور الذي تقوم به المملكة، إذا تخرج هنا المملكة من حالة الرداء للسلطة الشرعية اليمنية. في وجهة نظر السلطة الشرعية نفسها نحتاج موقف حتى نقول أن السلطة الشرعية ترى أن المملكة ومواقفها الأخيرة تشكل خطر على الكيان السياسي اليمني الذي هذه السلطة هي قيادته. هذه السلطة نفسها قبلت أن يمرر عليها هذا الدور وأن تكون هي الضحية، وبالتالي هي الآن المسؤولة دستوريا وقانونيا أمام الشعب اليمني، لأنها أولا لم تتخذ صلاحياتها الكاملة في حماية شعبها من يسقطون ومن يقتلون، الآن تتحمل مسؤولية دمائهم هذه السلطة، حتى أن السلطة لم تتخذ موقفا معلنا مثلا إذا الإمارات، لكنها طالبت الرئاسة باتخاذ موقف. إذا لا زال الموقف لم ينضب كموقف رسمي سوى ما قاله مندوب اليمن لدى مجلس الأمن الدولي، هو الوحيد الذي أعلن موقفا معلنا. أما ما صدر عن الحكومة هو جزء من المراسلات الداخلية بين الحكومة والرئاسة. سيد القعطبي، هذه النقطة نفسها، يعني الآن نحن نتحدث على أن ما حدث أو تبدو الأمور على أن ما حدث في عدن ويحدث في بقية المحافظات الجنوبية وكأنه موجه نحو الحكومة الشرعية، لكن في ذات السياق أنتم تتهمون السعودية بأنها تتوافق مع الإمارات بل وتدعمها فيما حدث في المحافظات الجنوبية، لكن الحكومة الشرعية التي جاءت هذه المناوشات أو التمرد في على الضد منها تقول إنها تثمن دور المملكة العربية السعودية وتؤيده وتباركه، كيف يمكن فهم الأمر؟ يعني هل أنتم يعني تدافعون عن الحكومة أكثر من الحكومة نفسها؟ كما ذكرت، في الحكومة الشرعية الآن طابور خامس من العملاء يتبع دولة الإمارة العربية المتحدة والسعودية، السفراء اليمنيين والمواطنين الأعضاء الحكومة اليمنية من تحدثوا ضد هذا التحالف تم إقالتهم، أو من تحدثوا ليس ضد التحالف وإنما من تحدثوا عن سيادة اليمن واستعادة الحكومة الشرعية تم إقالتهم، رؤساء وزراء سابقين أعضاء في الحكومة اليمنية. ويجب أن نذكر أيضا الحكومة التي تثمن الموقف السعودي هي الحكومة نفسها التي قالت أن عمران تم عيدت إلى أحضان الدولة، يعني فلذلك لا يجب أن نبني على تلك التصريحات التي هي كارثية بكل معنى الكلمة.
اليوم السعودية تؤدي دور قوات صالح عندما تم إدخال، كانت تمهد الطرق لاحتلال الحوثيون للمحافظات الشمالية، هي تؤدي نفس ذلك الدور اليوم، تمهد الطريق للقوات التابعة للمجلس الانفصالي الجنوبي والقوات الإماراتية، هي الآن تقوم بدور الوسيط من أجل إسقاط تلك المعسكرات أو تسليمها، ليس من أجل إبعاد هذه القوات من المعسكرات والمحافظات الجنوبية، بل بالعكس رأينا ما جرى في عدن، يعني وعدت الحكومة أو كما قيل أنها وعدت الحكومة الشرعية أنها ستدعمها من أجل إيقاف ذلك الانقلاب في عدن، ومن ثم وكان يظهر بعض الوزراء اليمنيين من داخل معاشيق مع أعضاء من القوات السعودية، لكن ما يعني انتهى إليه الوضع هناك أنه تم الانقلاب على مؤسسات الشرعية في عدن وتم السيطرة على. طيب ما هي خيارات الحكومة برأيك الآن ما هي خيارات الحكومة وهي الموجودة في الرياض وهي التي كل فترة وأخرى تعتمد على وديعة، تطلب من السعودية وديعة حتى تسير أمورها في نهاية المطاف، ما هي خياراتها لنكن واقعيين؟ الحكومة الشرعية كل يوم يضاق عليها الخيارات بالنسبة للحكومة الشرعية، كل يوم تخسر الأرض وكل يوم تخسر الشعب اليمني، ولذلك قلنا لهم منذ البداية أن يتمردوا وأن يحافظوا على السيادة اليمنية، لكن باستطاعتهم اليوم كونهم هم الورقة الشرعية والأقوى المعترف بها دوليا وداخليا ومحليا واسم الدولة اليمنية لدى هذه الشرعية، يستطيعون أولا بأبسط الطرق ولا يحتاجون إلى ألوية ولا قوات مسلحة ولا يحتاجون إلى مجلس أمن دولي ولا إلى غير ذلك، يستطيعون اليوم الإعلان على أن الإمارات ليس مرحب بها بهذا التحالف العربي، وأن كل ما يقومون به في الداخل هو تقويض الحكومة الشرعية وللحكومة الشرعية أمام العالم، ويجب أن يحملهم تلك المسؤولية الشرعية والقانونية. اثنين، يجب سحب السفير اليمني كما ذكرت سابقا من الإمارات وإيقاف التعامل أو تعليق العلاقة مع الإمارات إلى أجل غير مسمى، هذا أبسط الأوراق التي تستطيع الحكومة الشرعية القيام بها من داخل المملكة العربية السعودية ومن داخل الفنادق، هذه أبسط ورقة. سيد العزعزي، ما رأيك؟ ما هو الممكن لدى الحكومة في سياق في نهاية المطاف أنها تواجه انقلابا على الأقل كما تقول في بياناتها الرسمية من الحوثيين، والآن تواجه تمردا في بقية المناطق التي تسيطر عليها والمناطق التي استطاعت تحريرها؟ أعتقد أن أول الخيارات التي أمام الحكومة هي أن تدرك أن البلد تحت الفصل البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وعليها العودة إلى من فوض هذه الدول بتشكيل التحالف وهو القاموس دولي القرار 2216 هو من أعطى هذه المشروعية لقيام التحالف العربي على اعتبار أن التحالف دخل لإسقاط الانقلاب، فعليهم العودة إلى مجلس الأمن إن كانوا يشعرون أن هذه الدول تآمرت عليهم، وإذا كانت الحكومة ليست إذا كانت السلطة الشرعية ليست طرفا فيما يحدث، لكن إذا استمرت انتهى فهي طرف، عليها اللجوء باتجاه الشرق باتجاه الغرب باتجاه الروس الصينيين باتجاه أحد الدول الكبيرة التي لها مصالح أيضا في اليمن وفي مدخل البحر الأحمر الجنوبي تحديدا الذي تمتلكه الحكومة اليمنية. لا زالت لديها خيارات كثيرة، هي السلطة المفوضة والمعترضة بها دوليا وتستطيع هد هذا التحالف بأكمله لو أرادت، لكن يبدو أن السلطة تعتبر أن هؤلاء حلفائها وأن هذه خلافات بسيطة يمكن تجاوزها أو أنها طرفا فيما يجري، وبالتالي إذا تتحمل مسؤوليتها، ولو كانت وصلت إلى العجز ربما تقدم استقالتها للشعب اليمني بعد المسيء عن قيادة هذه، فهذا هو آخر خيار وأضعف خيار ضمن الخيارات مثلا. شكرا لك إذا المحلل السياسي الأستاذ عبد الهادي العزعزي، كنت معنا عبر الهاتف من تعز. الشكر موصول أيضا للسيد إبراهيم القاطبي المحلل السياسي، كان معنا عبر السكايب من نيويورك. الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات طاقمي العمل الفني والتحريري، دمتم والوطن بألف خير، في أمان الله.